تستمر الفعاليات والانطلاقات من هنا من على أرضية ميدان البصير تابعنا وإياكم تسعة أشواط وها هو الشوط العاشر شوط الختام ينطلق بحفظ من الله سبحانه وتعالى ورعايته الشوط مخصص لفئة الإنتاج والمنتجين كما تابعنا قعود باللفجح مبلش صاحب الشوط الرئيسي للإنتاج وأيضا صاحبة الشوط الرئيسي للأبكار الإنتاج بكرة بلخن امتثال من حققت أيضا التوقيت الأفضل والأجمل لهذا الصباح وهو تسع دقايق وثمانية عشر ثانية وما زال المجال مفتوح لتحطيم التوقيت الزمني نتمنى التوفيق لكل المشاركين شوط يحمل الإثارة شوط يحمل التحدي والندية من مسافتنا لهذا الصباح الستة كيلومترات كل كيلو منها يحمل إثارة ويحمل شغف وطموح المشاركين الذي يحمل الأصايل إلى البداية وإلى أيضا انتزاع نقطة ثمينة وذهبية في باكورة الختاميات ختام سباق المؤسس وهو أولها نتمنى التوفيق للجميع البداية مباشرة الصدارة والمركز الأول مع اندفاعة حربة لسيد أحمد بن محمد الخاطر يتقدم مع حربة على المركز الأول نقلتنا إلى المركز الثاني نشوف ونتابع اللي على المركز الثاني من واقع الشعار على ما يبدو صاحبة المركز الثاني اذا هي غزلان للسيد صالح بن محمد المشروم يتقدم مع غزلان على المركز الثاني شعار أبدع وأمتع في هذا السباق صاحب سيارة في هذا المهرجان المركز الثالث المركز الثالث الواصلة والمتقدمة الحصانة لمحمد بن سعيد بن كلوان يتقدم مع الحصانة على مستوى المركز الثالث المركز الرابع شعار بن حفيظ واصل مع الغزيل سيد ناصر بن سالم ال حفيظ يتقدم مع الغزيل على مستوى المركز الرابع بينما المركز الخامس شعار بن عجب واصل مع اسعف لهادي بن فيصل العجب الشهواني هذه مستمعينا الكرام حفلنا الكريم نتيجتنا للخمسه المراكز الاولى المتقدمه ولكن العوده نعود مباشره الى البدايه والى الصداره حيث ينطلق شعار المشروم مع اندفاعة غزلان تنطلق الغزلان صالح بن محمد المشروم قدم الاسماء الجميله في هذا السباق قدم صوغان وقدم غيرها من الاسماء التي رافقت هذا الشعار الى منصات التتويج والى محطه الزعفران تمنياتنا لك بالتوفيق ابو محمد ولأقرانك المشاركين هذه غزلان إذن تسيطر وتحكم القبض على هذا الشوط مع اندفاعتها صالح بن محمد المشروم مع البداية ومع الصدارة المركز الثاني المركز الثاني شعارك أيضا يا الخاطر واصل واصل يا ابو محمد مع اندفاعة حربة لأحمد بن محمد الخاطر قادمة حربة على مستوى المركز الثاني بينما الانتقال إلى ثالث المراكز وإلى الحصانة وإلى الحصانة القادمة محمد بن سعيد بن كلوان يتقدم شعار بن سفران شعار المطوع واصل مع اندفاعة الحصانة بينما المركز الرابع المركز الرابع مستمعين فاضل الغزيل من هناك واصلة وقادمة مع شعار بن حفيظ ناصر بن سالم الحفيظ قادم مع الغزيل على مستوى المركز الرابع بينما المركز الخامس المجموعة الخلفيه هناك من تقود ايضا المجموعه الخلفيه شعاري بن حفيظ وايضا الشعارات الواصله كل الاسماء راه تتقدم مع اندفاعه خامس المراكز شعاري بن شينان واصل ومتقدم مع اندفاعة صملة لحمد بن عبيد بن شينان تتقدم صملة على مستوى المركز الخامس شوط شوط الإثارة شوط التحديات وشوط الختام شوط الختام من سيختمها اليوم من سيختم أشواط الإجذاع في هذا المهرجان وسيكون ختامها مسك مسك بإذن الله تعالى لكل المشاركين في هذا المهرجان الكل فائز الكل فائز مع هذا التجمع ومع هذا التنظيم الذي أيضا يشار إليه بالبنان من, اللج من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن مشكورة على هذا التنظيم الممتاز وعلى ايضا آه هذا ايضا السباقات التي تظهر بالشكل الجميل العوده الى المقدمه والى الصداره والى شعار المشروم شعار المشروم مع غزلان يا سلام يا سلام تطير كالغزلان صالح بن محمد المشروم مع البدايه ومع الصداره تبتعد ابتعاد كلي عن اقرب المنافسات ولا هذا شعار الخاطر هناك 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 يترصد لتحركاتك المشروم يترصد لتحركاتي ايضا غزلان مع الدفاعة حربه تحارب وتجابه الجميع لانتزاع المركز الاول احمد بن محمد الخاطر ينطلق مع حربه على مستوى المركز الثاني والثنتين، الثنتين التي وضعت الفارق المستحيل مما بينها وما بين بقيه الاسماء ايضا غزلان على الصداره بمسايره علي بن عبد الهادي المشروم الله من يتابع غزلان من يتابع غزلان حاصل على نقطة في يوم الأمس ما شاء الله حاصل على السيارة حاصل على السيارة في سباق المؤسس والزعفران والوشاح يعني اسمه خطير اسمه خطير وحضوره قوي حضوره قوي أبو محمد صالح بن محمد المشروم ينطلق مع غزلان على البداية وعلى الصدارة حربه على المركز الثاني شعار الخاطر ينطلق على صعيد المركز الثاني أيضا مع حربه أحمد بن محمد الخاطر والمركز المركز الثالث المركز الثالث الحصانه واصله الحصانه قادمه للسيد ايضا للسيد محمد بن سعيد بن كلوان قادمه على مستوى المركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع المتقدمه على مستوى المركز الرابع شعري بن لحيمر قادم شعار عبيد بن حمد بن شينان عمده المضمرين واصل مع صمله مع صمله حمد بن عبيد بن شينان قادم مع صمله على مستوى المركز الرابع والمركز الخامس المركز الخامس ايضا المتقدمه والواصله على مستوى المركز الخامس السلام بعيده كل البعد ولكن لحظات فقط لنتعرف على الواصله من تقود ايضا الاسماء من الخلف الواصله الحاصله والقادمه شعار بن طريبيل على ما يبدو مع اندفاعة نوضه نوضه علي بن محمد الطريبيل ولكن العوده للمشروم غزلان وين غزلان راحت غزلان راحت غزلان يا سلام يا سلام ردت بالصداره غزلان ودعت الجميع حد شاف لي غزلان هناك 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 خذت الكادر لحالها بينما نعد الاسماء الخمسه الاولى غزلان راحت وراحت بكاميرا الاذاعه هناك, اهنوك. هناك هناك صالح بن محمد المشروب يا سلام يا سلام ودعت الجميع ودعت الجميع قالت باي باي قالت باي باي لبقية المشاركين لا منافس على الاطلاق انطلقت لتغرد خارج السرب انطلقت لتضع الفارق المستحيل مما بينها وما بين بقية الاسماء شوف الفارق شوف الفارق يا سلام يا سلام يا سلام الثاني حتى الثاني ما نقدر نشوفه هناك راحت 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 غزلان مع البدايه مع الصداره صالح بن محمد المشروم صاحب ايضا نقطتين في هذا السباق صاحب السيارة وصاحب الزعفران في يوم الأمس ينطلق مع غزلان لتكون اسمًا آخر مميز يضاف إلى الأسماء المنجزة في عزبة المشروم في عزبة أبو محمد اللي هي غزلان عليها الرقم واحد نقطة امتياز رقم واحد وشعار جميل واندفاع ممتاز وانفراد كبير يا سلام لحق على التوقيت الزمني لحق على التوقيت يا المشروم لي أيضًا ليوضع أيضًا تضع بصمة التوقيت الزمني عشان يقولوا صاحبة أفضل تيم بكرة المشروب هناك غزلان مع البداية ومع الصدارة تضع الفارق المستحيل يا السلام مع أيضا هذه الاندفاعة الجميلة سلام المشروم سلام والسلامات تذهب أيضا لعبد الهادي المشروم لعبد الهادي المشروم أيضا مع وصول غزلان واندفاع غزلان وتحدي غزلان صالح بن محمد المشروم يختم هذا السباق وختامها مسك ختامها مسك بسم الله عليها وما شاء الله تبارك الرحمن هنيالك على هذا المال الطيب وعلى أيضا ختام هذا السباق مع شوط الإنتاج ومع فوز غزلان بالمركز الأول المركز الثاني كان من نصيب صملة لحمد بن عبيد بن شينال المركز الثالث نوضة لعلي بن محمد لعلي بن محمد الطريبين المركز الرابع